السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كتشوفوا معنا حنا دخلنا البيرو، حاولنا نبارطاجي معكم حتى العمارات. هاد هما العمارات اللي كاينين لداخل، اللي كما كتشوفوا معنا العمارات، كاين عمارة واحد والعمارة جوج، العمارة ثلاثة والعمارة أربعة، وكاين حتى المسجد هو اللي هنايا لداخل كيبان لكم مزيان. ايوا ان شاء الله خليكم مع الفيديو باش نصور لكم حتى لداخل ديال تيموا، ونبارطاجي معكم شحال من المترو وحتى التسبيق شحال كيعطيو. ايوا الخوت خليكم مع البيرو، حنا خارجين من الاداره نمشيو ندخلوا للمشروع. يلا تبارك الله عليك، خليكم مع الفيديو. ايوا الخوت هذه هي تيموا، دايرين هنايا في الاداره باش تشوفوا كي داير الديزاين ديالها. شتي الفراش، الصالون زوين الخوت، انتم كيما كتشوفوا معنا مدير لي حتى الألمنيوم اللي هو هذا، ايوا الصباغه، وديز لي حتى القبص، او القبص ديز لي واحد كيما تشوفوا معنا. وراه التلفازة كاين هنايا، الباب ديال العود هو هذا، زوين الخوت كيما كتشوفو معنا. ونمشيو ندخلو لهاد الشومبر، هذا تا هو، هذا لاكويزين، لاكويزين تاهي ناضية كيما كتشوفو معنا، العود تا هو ناضي فيرني ومديز حتى الصباغة. وهادو هما البلاكارات، هاهوما هي البلاكارات ديال البراطو كاملين كيكونو بحال المكانية. وكما كتشوفوا معنا ها هما على بابو، بابو تا هو زوين، تا هو مضروب ليه زليج، باب ديال الألمنيوم حتى هو زوين. هانتوما كما تشوفوا معنا، هادي غير تيما، هما المتبقى لداخل كاين البراط بزاف. ايوا الخوت هادي هي لي طواليط كما كتشوفو معنا، لي طواليط لابابو كاين هنايا، زوين الخوت، باب ديال العود تا هو فيرني صباغة كما كتشوفو معنا. ايوا البيت هو هدا، هو مفرش ناضي، ومضا كاين حتى الألمنيوم كاين بالريدو ديالو، وحتى بالكارت كور ديال الحديد على برا مزيان. يعني كيما كتشوفو معنا البوره الفوق تا هي ناضيه، هانتوما منيا ايوا نمشيو لهنايا. هذا الدوش بلابابو ديالو، و هانتوما منيا الخويا كيما كتشوفو معنا، زوين الشوار. مرحبا بكم، مرحبا بكم في المشروع. ايوا الخوت هذا المشروع كاين عند امين ثلاثة، هادو كاينين هنايا في سلال الخوت، مرحبا بكم. وكاين حتى التسويق كيبقى في الخاص، اللي اتصل بنا ان شاء الله نحط لكم النمرة ديال السيد وتواصلوا معاه باش يشرح لكم الثمن، شحال الثمن بالضبط. هانتوما منيا مرايا حتى هي ناضية من جورا. ايوا هدا هو الباركون تاع هنا، تا هو تا هدا باركون زوين. بارطمان ناضية هادي الخوت، شوف البيبان كاينين هنايا، كاينين جوج بيوت، ثلاثة البيوت كاينين، جوج بيوت هنايا واحد، كاينين جوج بيوت، صالون و لا كويزين و الطواليط و الدوش، كاينين جوج بيوت و صالون و طواليط و الدوش
نكتبو معنا كنبارطاجيو معكم جميع المعلومات باش كلشي يستافد معنا. هذا هو الصالون، الصالون راه دخلنا صورنا فيه ونعاودو نصورو لكم باش تستافدو معنا مزيان. هانتوما هي صالون كبير اخوت، ايوا الخوت هانتوما هي، والتسبيق حتى لتلاتة المليون هانتوما هي، وكاينه من 50 و60 و70 والفوق، كاينين بلاطون كبار وكاينين صغار، كاين كلشي اخوت هنايا هانتوما هي. عاودنا شرحنا لكم كاين الصالون وكاين جوج بيوت ولا كويزين والطواليط والدوش اللي كاين فيها ضو، وكاينين فيها جوج باركونات. المهم هذه اللي صورناها هي التيموه، ايوا حنا نصوركم حتى من برا المشروع كدير. ايوا خليكم مع الفيديو.